السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى ناظم. اليوم راح نشرح كيفية التسجيل في موقع ربحي مهم جدا وهو شيركاش وكيفية الربح منه. نذهب إلى الرابط التالي. عداد لحد يكون سكيب آد تظهر. نعم، للتسجيل في الموقع نضغط على ريجستر، وبعد ذلك أمام يوزر نيم. باسورد ليكون، يفضل أن يكون حروف وأرقام. نعم، بعد ذلك نذهب إلى continue، نضغط أمام الـ first name. هذا اختياري، هذه الخانة اختيارية. أمام الـ street address أكتب عنوان السكن. أوكي، هذه الخانة اختيارية أيضا. هنا نكتب add complex state، يعني يأخذ به المدينة في داخل هذه المحافظة. هنا نختار الدولة لتكون هون دولة العراق. سوري، أين هي؟ أوكي، هاي العراق. زد اي بي الخاص في الدولة. هنا نكتب السكراتش كود بي سي اي تي تي، موافق على الشروط. بعد ذلك ريجستر ناو. مبروك، لقد تم التسجيل في موقع شيركاش. الان نذهب الى تسجيل الدخول. تم تسجيل الدخول. الآن لرفع الملفات نذهب إلى files، وبعد ذلك إلى upload files. تجنب رفع الملفات بحالة عدم الموافقة على هذه الشروط، فيغلقون حسابك. لرفع الملف نضغط على add، وبعد ذلك نضغط نرفع ملف ليكون هذه الصورة مثلا. نضغط على upload، تم رفعها uploaded. للظهور رابط هذه الصورة نضغط على manage files. اوكي، هذه الصورة مثلا. get info، انسخ الرابط. كما تشاهدون يوجد survey list. نختار أي خانة من هذه الخانات لتكون هذه الخانة. ننتظر قليلا. نختار شبكة الاتصالات لتكون هذه. نكتب رقم هاتفك، وبعد ذلك نضغط على تابع. سوف يرسلون لك كود على رقم هاتفك النقال، وتقوم كتابة الكود الذي وصلك في هذه الموقع، هذا الموقع. تنتظر قليلا، سوف يتم إرسال نقود إلى موقعك على شيركاش، ويقوم الشخص بتحميل الملف. شكرا جزيلا لكم، أتمنى أن تزورونا على صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك تشاهدون ما هو جديد في قناتنا على اليوتيوب. وشكرا جزيلا.